رمضان كريم داود يالك سود بعد وركا تي في جا سومالي كابل لو إذا كذي ما نيا حرم تسوق حلو كله مجال المقدشة وركا إنتو هود كجرو حي الناس عطين دون تاني وسلم حاج حسين قد بدو هو وين وركا نات كدا عمد دون تاني بحقيقة الله ونحرستي رئيس الوزراء كحين كي هراء سومالي إسماعيل محمود هورة ومانتا جيريودي يوم ذا حبينا حسن شيخ محمود وكتعسيدي جيريدا مرحومكا إن أي جيران حبنا كتسان شباب قوة سوسك سودي بي إذا ماذا قرنكا وحاكم ذا عبد حسن حلبالي وكم ذا هرجوغ ياشا الشباب دولة دا سومالية وبركس وصارتي هول قلدي وبودن بي يوم حبنا كترسان الشباب ويسكو سودي بي عيدنكا دولة دا أغاسما عصوب وزارة دا قاديد كي يدو لستها ودا حكومة دا سومالية بشير معلن علي ومانتا حفيسك لغوريجي داود يا القرب هذا سيف حي هايان قوة أقدر قرن وركنا أديار جروة أيقو أنت سيك ففاس. شركة الصملت تيليكوم وحيكو هي سافور جي إنترنت حوار سرله يحرمون قيمة جبل صملت تيليكوم وإزجارسين تاجيل كعصو. شركة بيكو وشركة أقوين بحساء ذيك كرنتة الصومالية. بيكو waxay koronto siisa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beeko waxay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warkii oo fidsan الله أن حرستي الوزارة كحيجنكي هوري الصومالية إسماعيل محمود هوري أيها مانتا جيريودي يوم مدحوين حسن شيخ محمود وكتعسيديي جيريدا مرحومكا مدحوينها جمهورية دا فدرالكا الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيها تعسي ودري قويسكا قرابة يوغو دهان ومدى الصوماليات وكا جيريودي الله أن حرستي الوزارة كحيجنكي هوري دالكا أهنا وزيركي هوري أريمها ديبدا إسماعيل محمود هوري مدحوين حسن شيخ ايه تلمامي ان اسماعيل هو رؤوها اقوينهان ايو قبير دور وين كسوقاتي واذيقيد ده قرن كيسا ديبو لسك ادالك حوجين ته سياسة داري مها ديبادة ايو ديبو يقليل ده دولد نمدى صوماليا اساقو او حلال كالدوان كسوقبتي دولده يكو ميلقار كاها اي صومري دالكينا مدحوين ها جمهورية ده فدرالكا صوماليا مدن حسن شيخ محمود ايه لو قبرييي إن إسماعيل هو ري وهي جيسا كي يلو جنة الفردوسة سمري يمانو كسي يقويس كيسا إهل كيسا يو شعبكا صوماليا دوكا بحي دولادا صوماليا يا واركاسو سارتي هول غلادي وغودن بي يو حبناو كاترسان على شواب أو اسكو سو ديباي عيدنكا دولادا شير جرائي دو أي ودجير أقبتين وزيركا هورفافين تا صوماليا يو مدحا هول غلقا أتميس أي يالوغو سو بندقاي حوك تا تدبال لها أي هول غلقا كدنكا على شواب shirkan jiraayid ayaa lagu qeexay warbixinta hay'adaha dawladda iyo howlgalka ciidanka ee ka socda deegaano kala duwan wasiirka warfaafinta ayaa bixiyay xurka shirka jiraayid waxana dhinaca kale madaxa howlgalka admis dhankiisa uu soo bandhigay howlgalada ciidanka admis ay ka qayb galeen daawud aweys jaamac wasiirka warfaafinta ayaa ka hadlay qodobada ugu waaweyn ee waxqabadka hay'adaha dawladda iyo warbixinta howlgalada مدحوين حسن شيخ محمود ومدن عبد الكريم حسين قوليد يا محمد عبد الوار وكلا مقعابي إني نقضان إرقوهير قرن وقابل سن أريمها سومال لاند إيو رينع حسل انت سيدو قلي مدحوين هو ورقضي أقوانسي كيكو دومي دنجريال عصوب ولوصو مقعابي سومالي كواس وكالها دنجريال شادلالك جيبوتي كندا إيو كيوبا الوزاري حمزة عبد البر الوزارة حكومة الفدرالية الصومالية سنو حاوكا قيب قرية مناسبة وكوب وقادية هولقلكا ميدوغ أفريكا أدمس حلي أدمس أي حوسيس سنة دوريد الكوات تاني مكي لدسي صوتو أدمس وحي لوريكي هولقلكي هوري عميسون مركا وسنة تاني مكي لأساسي سيدو كالي الوزارة حاوحا وقدومية تضبات كان شير لوغي هلا يي باللابد دا وجي قلبات الدقال كدنكا قواريشتا اي حورين تدلكا een sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in dagaalka looga soo horjeedo qawaarish dal shabaab uu dhawaan bilaabanayo kaas oo qayb ay ka noqonayaan dalalka dariska oo taageeraya dawladda Soomaaliya een golaha wasiirada ayaa sidoo kale isla todobaadkii inta lagu guda jiray waxa ay ansixiyeen nidaam ama sharci hagaaya gaadiidka mooto bajaajta ee magaalada Muqdisho ka howlgala
هي أدم عارينتا مسيبوين كقرن كصدمة أو هي كرجال عادين مقارسيسي دجانا ذا بار ديره حضور مسجوا يبارك عياش كونه القبل كبنادر حفيز كحر عليها جودة قرن كا وحلوس وجبيه كيسس الحريرة لعقب كده إما الجرينتا أرجع حسدا دولة الصومالي وحكالة الضباط كان كل واقعين جودهان العريامية هنان كي مالية ده قواريش على الشباب وحكى لو جرين أي جرين حبنا كتيرسان شباب كوا سويس كسودي بي إذا ماذا قرنك وحكى مذا عبد حسن حلبالة وكم مذا هرجوج ياش على الشباب سويس كسودي بي قبل كشباب لها وس توصل سودي بي إذا قرنك حوج دولة الصومالية سيدو كله قل مذك وحجر الله بحبنا ذا قواريش كتيرسان بشار شردي محمد حسي يوسف سليمان أبو كرجرو صلاح الدين لو يقانو ويقول نسكو سوديبي إذن كدراويشتا قل مدوك سيدو كالو هرجوغي حسين داهر مالين لغي وقواريشتا الشباب مقابل سنة ويرادة شعب كاللغو باك سنة يو يسكو سوديبي إذن كحوق الدلكة يكسو كان دقمدا الدير قبل دقمدا دولة قبلتك قل مدوك سيدو كالي هرجوغي لي رادو عالس إبراهيم أحمد بره أيا لغو سوقبتي هولقل حالكاس إكفوليان عيدان كحوق دالك صوماليا وحكا لو عيدان مدى حوق دالك أي هولقل كفوليان تولد لي رادو مكودة وكوتا لدوليد كبيدابو حالكاس إكود دلان أفري طبان كميدا حبناها قواريشتا وزارة دا أريمها قودها دولد فدرالكا وحي بلاودة سينا ودا إني قرقار عنتا أفديسو dadka ku nool deegaanada laga xoreeyo al-shabaab iyadoo la fulinayo halku dhiga nabad ku afur iyo ugu dambeyn gudiga tartanka adeega xajka sanadka 2023 oo soo saaray liiska 15 shirkadood oo ku guulay Salma Haji Hussein Somali Cable TV magaalada Muqdisho agaasimaha cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Bashir Macalin Cali ayaa maanta xafiiska lagu wareejiyay warkaasi waxa ay noo faahfaahinay wariyaha Anas Maxamed Soomaali. Muddo dhowr iyo 10 sano kadib wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa heshay akasin cusub oo ku suntan aqoon firfircooni iyo karti shaqo. Mudane Bashir Macalim Cali waada ayar kaalintiisa ay ka soo muuqatay xilligii kala guurka ee doorashada waxaa lagu xusuustaa halgankii dimuqraadiyadda ee lagu diidanaa dagaal sokeeye agaasim bashir macalin ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha sarsare ee xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee UPD munaasabad oo xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane bashir macalim cali ayaa maanta lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda xafladda xil wareejinta waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaanad Firdaws Cismaan Ciigal agaasimihii hore ee wasaaradda Cali Gacal qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale agaasimihii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Gacal oo goobta ka hadlay waxa uu ka warbixiyay howlihii shaqo ee wasaaradda uu ka soo qabtay muddadii uu xilka hayay aniga wasaaraddan waxaan ku soo biiray laba kun iyo lixdi wasiir maalintan kusoo biiraya wasaaradda 7 qofoodan ahayn shaqaalaha qofka 8-daadan aniga ahay 8 qofood hadda ana hadda wasaaradda ka jooga lixdi kale way baxeen marka runtii markaan بلابي إن قرن إسكا وزارة دان حفيس ملهين شقالنا ملهين نظام شقينا ملهين مركب وحن كبل لو ناي ملعت وزارة دو حيلا ذا هاي بط لسان أقول يهنا خبرد له مدنا كسو شقينا أي أو هاي حلكة أو أنت هذا أجاسم واحد يدا حلك هيسا لما أنتوا وعدد وجيران حلك سكوش قينا أي لحسن تضبصن ووحيها كلا دون كش قينا أي مركو حن رجينا يا إن تهلي دونتو حرف ضليال ديارسن أجاسم عزيز وزارة الجديد كحكومة الفدرالية الصومالية مدن بشير معلم علي
oo isna munaasabada kelmada kooban ka jeediyay ayaa shaqaalaha wasaaradda ku amaanay howlaha ay qaranka u hayaan isagoona sheegay in shaqo iyo firfircooni dhalinyaro ee ka muuqata wasaaradda agaasimaan bashir ayaa ballan qaaday in saaxiib dhow uu ka dhigan doono shaqaalaha wasaaradda ee agaasinka loogu magacaabay dhalinyaro isoo dhawaada nin dhalinyaro ah oo saaxiibkiin ah oo bashiir macalin cali la yiraahdo ayaa la idin keenay oo aad isfahmi kartaan oo aad wada shaqayn kartaan dhallinyaradana waddankan ayaga ayaa wax ka qaban karo aniga saasaan weligay aaminsanahay dhallinyarada wax qaban karto dhallinyarada ayaga awoodda leh aqoonta leh waqtigana haysto waxaan rabnaa dhallinyaro inaan isla wada shaqayno agaasimo waaxidyada iyo madax qaybeedyada ilaa shaqaalaha qayb kasta qof walba meeshuu joogo si nabad uu ku joogo meeshuu joogo si nabad ugu shaqeeyo shaqo wanaagsan uu qabto anigana shaqadaas aan idinkugu odayeeyo idinkugu nabadooneeyo ayaan diyaar u ahay soo dhowaada gabagabadii wasiirka wasaaradda gaadiidka ayaa xilkii u kala wareejisay agaasimihii hore ee wasaaradda iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda wasiir farduusa ayaana soo xirtay munaasabadda xil wareejinta waan soo dhoweyneynaa awalan agaasimaha cusub agaasimo bashiir agaasimaheennii hore cali gacalna waa u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaadna waxaan leenahay agaasime ha naga fogaan insha allah shaqaalaha iyo wasaaradda dhammaan waa nin oday oo soo shaqeeya tahay mataqaanaa oo wax badan wasaaraddan soo joogay marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaad aadan naga fogaan agaasimaha cusub waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasaaradda shaqaalahana aan kula dardaarmo insha allah inay la shaqeeyaan agaasimaha hadii ilaah yiraahdo waa sidii cali sheegay xilku waa meerto maalinba qof baa jooga maanta agaasimo cusub baa jooga shala cali baa inla joogay mustaqbalkana kuwo kaloo badan way imaan doonaan marka insha allah xilku waa qori isu dhiibay waxaan rabnaa sidaad ula shaqaynaysaan cali insha allah inaad agaasimaha cusubna ula shaqaysaan munaasabadda xil wareejinta kadib agaasimaha cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane bashiir mucalim cali ayaa kormeer ku tegay qeybaha kala duwan ee wasaaradda waxaana mid mid uu ugu tegay shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda oo ku guda jira howl maalmeedkooda anas maxamed soomane somali cable muqdisho walaac laga muujinayo fatahaadda webiga shabeelle iyo dad la sheegay in ay ka dambeeyeen burburinta biyoxireenada webiga oo lasoo qabtay warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna maxamed ibraahim axmed xilli laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa waxaa jira shaqsiyaad dana gaara kale ah oo burburiya biyoxireenada webiga oo ay horey u sameeyeen guddiga fatahaadda iyo qaar ka mid a hay-adaha gobolka iyagoo ka duulaya arrinkaas ciidamada boliiska magaalada beledweyne ayee kormeer iyo indheendheen waxay ku tageen biyoxireenka xaafadda laabka oo horey loo burburiyey taliyaha xasilinta gobolka hiiraan maxamed maxamuud qorsheel oo hogaaminayay ciidamada ayaa warbaahinta u sheegay inuu xabsiga ku jiro ninkii burburiyey biyoxireenkan isla markaana waxa uu sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono taliyaha ayaa sheegay in ay soo bateen dadka ku kaca falalka nuucan oo kale ah balse ay u taagan yihiin mar walba inay ka hortagaan oo tallaabo ku habboon ka qaadaan shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa xilligan waxaa soo food saaratay cabsi ay ka qabaan inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle ee mara bartamaha magaalada beledweyne iyadoona mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ay shacabka magaalada ugu baaqeen in ay sameeyaan feejignaan dheeriya waxaan rabaa dadka reer hiiraan ama reer hir shabeelle ee webiga shabeelle uu mara magaalooyinka uu maro waxaa naga soo gaaraya fariimo alaarmi ah dhinaca dowladda Itoobiya ama aan iraahdo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa naga soo gaaraya
sidoo kale gudiga fatahaadda gobolka ayaa si cad waxa uu sheegay in dad ay dana gaar ah kale yihiin in ay fatahaad ku dhufato magaalada Baladweyne biyaas marka waxa waa si wada jira in loo hortago in adigu dadkii culimada haatii inta masaajidkan ku aruursan dadka wax gelin loo sameeyo waad ogtiin maalinta weyd meel la furay oo la jibiyay derbi la dhisnaa diba loo dhisay derbiga dhaqaale kale la geliyay inta la jibinayay waa dad muxuu ahaa waxa dhici karta in ama la maqlay ama la arkay aan waxba laga qaban marka waxaan leenahay hadda keligan kale oo dhagax jibi soo biyaha marna saari jiray marna ugu soo xoroon jireen keligii biyuhu waa la furay meelo waxa jira geed oo biyaha laga neefiyo waa la furay waa kuwa keligii biyuhu dhinacaan qaaday hadda waa la xiray isagiin labadaa dhacdaa dhacday marka waxaan leenahay meelaha la sameeyey ama webiga gaararkiisa ha ahaadeen isha lagu wada haayo dadka wacyigelin ah sababtoo ah doontii dadku fuulo hoos laga dalooliyo cid walba saameynaysa noqonaysaa saddex sano ayaa laga joogaa markii webiga Shabeelle uu ku fatahay xaafadaha Baladweyne shaqo badan oo la qabtayna waxaa lagu guuleystay in webiga fatahaadii uu sameyn jiraya laga hortago balse sanadkan waxaa jira cabsi xoogan oo ah in webiga Shabeelle uu fatahaad sameeyo محمد إبراهيم أحمد تلفزيون كعالم جاء سومالي كابل مجلة بلدوين. جودهان داوديال تسيا يان كسر جب جبيننا وركة تي في جاء سومالي كابل أتكلم سعتين حرمت السبح وكلها مجلة المقدسة إنت عن كل من دونا وركاني ورلاعينا وحيدن كجت جينا سداسي إنه بتجليو رمضان كريم.